من منزله وأمام عيون عائلته وزوجته، وبناء على أمر من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أوقفت شعبة المعلومات الرائد ميشيل موتران مؤسس غرفة التحكم المروري بسبب انتقاده لعمل حساب الغرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ميشيل موتران كان قد حذر عبر حسابه من ازدياد عدد الصدمات المرورية، واصفا إياها بالأعلى في العالم من حيث عدد الضحايا، وقال إن غرفة التحكم المروري تتحول إلى ورقة نعي، وإن وفاة 5 أشخاص يوميا في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة يعني أننا نخسر 30 شخصا لكل 100,000 نسمة، مما يدل أننا نتصدر دول العالم في عدد قتلى الحوادث المرورية. وفي معلومات لقناة الجديد أن فرع المعلومات تحرك بناء على تكليف من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان، الذي طلب توقيفه وإجراء تدبير مسلكي بحقه، حيث تم توقيفه لمدة 10 أيام. وتحت هاشتاغ الحرية لميشيل موتران، نشرت زوجة موتران جوال باسيل تفاصيل توقيفه، وأعادت نشر ما كتبه موتران على حسابها على تويتر، منتقدا ما آلت إليه السلامة المرورية وارتفاع عدد ضحايا الحوادث، وسألت عبر الجديد هل تم توقيف زوجي لأنه مهني ومحترف. بقدر أقول لك توني أنه اليوم إذا توقيف ضابط نشيط مثل ميشيل موتران بملف السلامة المرورية بده يخلي هيدا الملف يرجع يصير أولوية، أنا بتخيل أنه ميشيل ما عنده مشكل ينحبس شهر مش بس 10 أيام. ما بخفي عليكم أنه عم بيتعرض لظلم كتير كبير من قبل مؤسسته، إن كان من تأخير بالترقية، إن كان من منع إذن سفر، إن كان من ما معه سيارة عسكرية مثله مثل كل رفقاته، إن كان من كتير قصص تانية. ميشيل عم يتعرض له سنين، ميشيل بلا مركز له أكتر من 5 سنين بقوى الأمن الداخلي. تخيل شخص كفوق مثله عنده شهادات من لبنان ومن برات لبنان، يعتبر خبير دولي بملف السلامة المرورية، بيستدعوه لحتى يحققوا معه بدل ما يستدعوه لحتى يمكن ما بعرف يطلبوا رأيه بموضوع السلامة المرورية. بقول إنه ما في أي خلفية تانية غير إنه شخص محترف بينطلق بكتاباته من منحة تقني بحت، من وجعه نور هالقضية اللي حاملها له أكتر من 10 سنين هي قضية السلامة المرورية، لحتى يقدر ينقل هالبلد لمرحلة تانية بملف السلامة المرورية، مثل ما شفنا شو حقق بغرفة التحكم المروري لما أسس حسابات غرفة التحكم المروري، ولما كمان حاربوه بنفس الطريقة، ولما كمان جرب يأسس المجلس الوطني للسلامة المرورية وكمان حورب بنفس الطريقة للأسف. حملة تضامن واسعة رافقت توقيف الرائد موتران، وتساءلت عما إذا كانت الدولة تتفنن في قمع أي ضابط ناجح قدم الكثير في فترة عمله، ولا سيما أن الظلم لاحق موتران بدءا من توقف ترقياته منذ سنوات وصولا إلى توقيفه. توري منصور، قناة الجديد.